أخذنا أول طريقة لتحليل الريكرنس ريليشن وإيجاد التايم كومبلكسيتي، قلنا في عنا ثلاث طرق اللي هو طريقة السبستيتيوشن أو يسموها الإيتريشن وحدناها المحاضرة الماضية، وعنا طريقة اللي هي إيش طريقة الثانية اسمها؟ التري أو شيء تري اللي هو طريقة التري يسموها الريكيرجن تري، نحط عليها الكوست نحكي عنها إن شاء الله اليوم. كمان الطريقة الثالثة اللي هي الماستر ثيوريم. أنا حبلش بالطريقة السهلة بعدين أرجع على الطريقة الثانية. الماستر ثيوريم ستريت فورورد، سهل جدا عشان أقدر أطبق ريكورنس ريليشن وأحللها باستخدام الماستر ثيوريم وأطلع التايم كومبلكسيتي. لازم يتوفر فيها الشروط التالية: اولا لازم تكون على هاي الصوره، تي ان يساوي اي تي ان اوفر بي زائد اف اوف ان، والبيز كيس عباره عن كونستانت تمام اكبر من زيرو، والبيز كيس عباره عن كونستانت اكبر من زيرو. طيب ايش الاي؟ الـ A لازم تكون أكبر أو تساوي واحد، يعني ما بزبط الـ A تكون نص أو ربع تمام. إذن الشرط الأول عندي الـ A لازم تكون أكبر أو تساوي واحد، الـ B لازم تكون أكبر أو يساوي اثنين تمام. يعني ما بزبط ان يكون في عندي تي ان ماينس 1، ما بزبط ان يكون الريكرنس على صوره تي ان يساوي مثلا 2 تي ان ناقص 1. ليش؟ لانه هون في الحاله هاي البي قديش عندي مقسومي على 1، هون لازم على الاقل تكون مقسومي على ايش؟ على 2. يعني بزبط يكون كل مره السب بروبلم سايز ينقسم على 2 او على 3 او على 4 الى اخره، بس ما بزبط يكون مقسوم على 1. هون عم تنقص البروبلم سايز بواحد، هون ما بزبط. البروبلم سايز بدها تنقص باي فاكتور، بدها تتقسم على 2 على 3 الى اخره. والنقطه الثالثه الكونستانت كوست او الكوست اللي هي اوت اوف ريكيرجن، اللي ما له دخل بالريكيرجن، اللي الكوست اللي احنا بنستخدمه عشان نعمل dividing او نعمل merging، مو الكود اللي بيكون مكتوب غير الريكيرجن كود جوا الفانكشن بسموه f of n، لازم belong لثيتا n of d. ال f of n لازم belong لثيتا ايش مالها؟ n of d، وال d اكبر او تساوي 0. يعني f of n ايش ممكن تكون؟ ممكن يكون اي بولينوميال او ثابت، ممكن اف ان تكون كونستانت مثلا 15 whatever، او يكون بولينوميال مثلا ان تربيع زائد whatever 5 زائد الى اخره، او تكون فراكشنال بولينوميال اللي هي مثلا جذر الان زائد whatever تمام. اذا هاي الشروط بالريكرنس ريليشن لازم تتحقق عشان اقدر اطبق عليها تو ابلاي الماستر ثيوريم تمام. واضح يا شباب؟ بس دكتور باخر شيء قصه الفانكشن بصراحه ما وصلت، ممكن هيك تعيدها سريع؟ هلا الفانكشن ممكن يكون ثابت، يعني لو انا قلت لك تي اوف ان يساوي 4 تي ان اوفر 2 بلس نص ان تربيع زائد ان زائد 10،
هاي بنطبق عليها شروط ولا لا؟ خلينا نشوف مع بعض. الاي مالها اكبر الاي من واحد اكبر بتساوي واحد يس. البي مالها الشرط اكبر او اثنين اكبر يساوي اثنين يس. هذا كله المتبقي هو اف اوف ان. اف اوف ان لازم يكون بلونج لثيتا ان قوى اشي. هذا ايش الكومبلكسيتي تبعه؟ ان تربيع. ان تربيع هو بيحكي لي لازم بلونج لثيتا ان قوى دي. يعني هون الدي ايش بيساوي عندي؟ اثنين. اثنين والدي اكبر او تساوي زيرو. هل الدي الاثنين اكبر او تساوي زيرو؟ يس. معناته هاي بنطبق عليها الشروط. بقدر اطبق عليها الماستر ثيوريم. وصلت الفكرة؟ تمام. هلا طيب كيف بدي اطلع انا الكومبلكسيتي تبعها؟ بقول لي تي اوف ان بدها تساوي ثيتا ان قوى دي. متى بدي اشوف قيمة الاي؟ احط هيك على جنب واحط بي قوى دي واطلع قيمهم. خلينا نطبقها على هذا الاكزامبل اللي انا حطيته. ايش قيمة الاي عندي هون؟ أربعة. أربعة باجي بحطه أنا أربعة. وإيش قيمة البي عندي هون؟ انتربيع اثنين. وقيمة الدي اثنين. هلا إيش العلاقة بين الأربعة واثنين قوة اثنين؟ equals equals. فبالتالي إذا الـ A بدها تساوي B قوة D، هي الـ A تساوي B قوة D، معناته case 2 applies. بحكي له case 2 من الماستر ثيوريم applies. اللي هي الكيس الثانية النص دي. اللي هو الكيس الثانية. والحالة هاي بكون الـ T of N بدها تساوي أو belong، ممكن نكتبها تساوي نكتبها belong ل ثيتا N قوة دي log الـ N. اللي هي إيش بتساوي؟ ثيتا الان قوة دي عندي قديش؟ اثنين. ان تربيع لوج الان. تمام؟ واضح؟ سهل جدا. بدك تطلع الاي والبي والسي والدي. السي بتلزمناش، بس بيرزمني انه اعرف انه السي اوكي هي بتمثل الكونستانت كوست لما السايز اوف انبوت 1 عند البيز كيس. يعني البيز كيس في لها كوست طبعا، اكيد اي ريكيرجن له بيز كيس، والبيز كيس على الاقل بدك تنفذ لك 1 اوبريشن مقارنه مثلا. فدائما هاي بدها تكون السي اكبر من صفر الكونستانت. واضح؟ بس انا بهمني عشان اقدر اطبقها ان القيم هاي تتحقق اولا، ان هال A هتمثل هتكون اكبر او تساوي واحد، وال B اكبر او تساوي اثنين، وال D اكبر من زيرو. هلا باجي بحط ال A وال B D وبشوف العلاقه بينهم. هلا عندي ثلاث حالات. اذا ال A اقل معناته ال time complexity عندي ثيتا ان قوى D. اذا متساويات زي ما شفنا هلا بتطلع ان قوى D لوج ال N. وإذا الـ A أكبر من B قوة D هتطلع N to the power log الـ A base B. بس هاي theorem مثبتة، إحنا إثباتها مش مطلوب منا، إحنا مطلوب منا تطبيق تبعها. سهل علي أحل recurrence relations على صورة معينة. واضح؟ هلأ it's good to understand إيش يعني A. A فعلياً إيش بتمثل؟ تمام؟ والـ N إيش بتمثل؟ احنا بنعرف الان هي size of the problem، size تبع الانبوت. لازم لما اطلع على recurrence relation افهم مباشرة انه الان هي ايش؟ the size of the input، size of the problem. طيب الـ A اللي هي عدد الـ recursive call اللي حيصير في كل مرة. يعني فعليا هلأ كل recursive call حيمثل sub problem
انت المشكله تعيتك بدك تقسمها لمجموعه مشاكل فرعيه تمام بسايز اصغر. احنا اتفقنا هيك الركيز بيشتغل، تحلهم بعدين عشان ترجع تحل المشكله الاكبر. فهون عدد المشاكل الفرعيه اللي هي سب بروبلمز اللي انت قسمت لها المشكله الرئيسيه. اذا كانت A2 معناته انت قسمتها لايش؟ لا 2 سب بروبلمز في كل مره. اذا الA3 معناته قسمتها ل 3 سب بروبلمز. اذا الA4 معناته قسمتها ل 4 سب بروبلمز. واضح الA ايش بتمثل؟ واضح تمام. هلا الN over B اللي هي حجم كل مشكله فرعيه، مش انا هون قسمت لعدد من المشاكل، ممكن اقسمهم لثلاث مشاكل فرعيه كل واحده السايز تبعها النص تبع المشكله الرئيسيه او الربع تمام او الثلث، قسم على ثلاث قسم على اربعه. فالرقم هاد اوكي او الان على هذا الرقم ان على بي بتمثل السايز اوف ايش سب بروبلم. طبعا هون احنا مفترضين بالماستر ثيورم انه all sub problems are equal. طب متى بكونوا مش equal؟ انا ممكن يكون عندي t of n يساوي مثلا 2 t n على 2 زائد t n على 4 مثلا. هون size هون اكم sub problem انا قسمت؟ 2 ثلاث، هاي تنتين وهي واحدة هي ثلاث. مزبوط. ثلاث sub problem. وقديش السايز تبعهم؟ في تنتين متساويات إن على اثنين، والثالثة السايز تبعها إن على أربعة. هاي ما بتضبط معنا. أطبق عليها ماستر ثيورم. ليش؟ لأنه ماستر ثيورم بتحكي لي إحنا بنفترض إنه كل sub problems ضرورا انها تكون ايش؟ كلهم نفس الحجم. فهاي does not apply او we couldn't apply master theorem عليها. واضح دكتور؟ ال n معلش تعيدها لانه فصل عندي شوي النت ما كنت سامع. ال n هي size of the main problem. انا عندي مشكله كبيره بدي احلها باستخدام الريكيرجن رايت. فالان هون بتمثل السايز تبع المشكله الكبيره. طبعا عشان نكون واضحين احنا هون بنحكي عن الرننج تايم تبع ريكيرسيف فانكشن تمام. طلعناه باستخدام شيء اسمه الريكرنس ريليشن. هاي الريكرنس ريليشن بتمثل الرننج تايم. هلا لازم احلها عشان اطلع التايم كومبلكسيتي. ال n بالريكرنس ريليشن هاي بتمثل حجم المشكله او حجم الانبوت تبع المشكله الرئيسيه. ال a بتمثل عدد المشاكل الفرعيه اللي انا قمت بالتقسيم لها. وانا حاط هون 2 معناته انا قسمت مشكلتين، 3 3 مشاكل، 4 قسمت لثلاث مشاكل وهكذا. واضح؟ طيب ال n over b ايش بتمثل لي؟ بتمثل لي size of each sub problem. هون انا مفترض انه عدد سب بروبلمز A وحجم كل واحدة N over B تمام؟ تمام اوكي. طيب ال F of N حكينا عنها اللي هي بتمثل ال cost of the work done outside the recursive call. مش انا عادة لما ادخل الفانكشن recursive function بكون في عندي كود عادي جمل عادية وفي جملة استدعاء. فال F of N بتمثل الكوست تبع الجمل الموجودة غير جملة الاستدعاء تاعيت الريكيرجن. وبقول لي is the cost of the work done outside the recursive calls which includes the cost. عادة بيمثل الكوست الجمل اللي بتكون موجودة، الجمل اللي بتساعدني أعمل dividing أو merging. انت بتقسم مشكله تعيتك لايش؟ لمجموعه من السب بروبلمز. عمليه التقسيم هاي بيلزم بعض الحسابات. كيف بالباينري سيرش كنا نسوي؟ كنا نحسب الميد ونقارن العنصر الموجود في الميد مع الاكس، صح؟ هاد عباره عن كوست اوتسايد
اللي هو ايش الريكيرسيف كول. تمام، هذا الاشي اللي كنا في نعمله عشان نحسب المد، اللي هو عشان عمليه الديفايدنج عشان نعرف بمين نقسم الاري رايت او ميرجينج. احنا بعض الالجوريثم زي الميرج سورت بتقسم الاري لاجزاء بترتبهم بعدين بترجع ايش تلزقهم مع بعض تعملهم ميرجينج ضم عشان ترجعها اري واحده. فالكوست تبع التقسيم والكوست تبع الضم للاري اللي بده يرجعها وان بروبلم. تمام، هذا بنسميه اف اوف ان هون اللي هو كوست اوف ذا ورك دان اوتسايد ذا ريكيرسيف كولز. واضح يا شباب؟ واضح. طيب هلا بقول لي النون ريكيرسيف تايم لهذا الفانكشن لازم ان يكون ثيتا ان قوى دي والدي اكبر او تساوي زيرو. ايش يعني الدي اكبر او تساوي زيرو؟ يعني لما يكون في عندي خمسة هل بنطبق عليها هذا الحكي؟ يعني اف اوف ان كانت خمسة وكانت اف اوف ان تساوي خمسة هل بنطبق عليها انها بلونج لثيتا ان قوة دي؟ لا لا يس بنطبق عليها، هاي belong لإيش؟ لإن قوة صفر صح؟ لثيتا إن قوة صفر. إحنا منعرفش قيمة الإن. يهمنيش قيمة الإن variable هو الانبوت سايز. وهاي أي قيمة إن قوة صفر يعني belong لواحد. تمام؟ واضح؟ تمام. وهي اللي الدي اكبر تساوي زيرو رايت right. فبضبط الان قوه زيرو تكون الان قوه زيرو يعني 1 طبعا هاي ثيتا 1 ثيتا بلونج لثيتا 1 فبضبط انه الاف اوف ان يكون كونستانت. واضح يا شباب؟ في احد مش فاهم شباب ايش اللي بنحكي فيه؟ ناخذ امثله، ناخذ امثله هذا بسيطه جدا. يعني هاي لو كل شيء زي الماستر ثيورم كثير سهله وبسيطه. يعني ناخذ اكزامبل، بيجيك ريكرنس ريليشن بيجي بقول لك مثلا تي اوف ان تساوي تي ان اوفر 2 بلس هاف ان تربيع بلس ان. هلا اول شيء بيطلع قيمه الاي والبي والدي. ايش قيمة الاي عندي هون؟ واحد. واحد. هذا الرقم الموجود هون مضروب بالتي هو الاي. بما انه هون ما عنديش اشي معناته هذا مضروب بواحد. طيب ايش قيمة البي؟ اثنين. اثنين. وايش قيمة الدي؟ باخذ هذا كله كامل وبهمني انا اعلى اس ان تربيع فدي اثنين. هل بنطبق عليها الشروط؟ يس. الدي اكبر او تساوي زيرو يس. البي اكبر او تساوي اثنين يس. والاي اكبر من زيرو يس. لاحظوا الشرط على الاي انه يكون اكبر او يساوي واحد، اللي هو اكبر من زيرو يعني. واضح؟ طيب هلا الشروط انطبقت، بالتالي بدي اطلع قيمه الاي والبي هو دي. قيمه الاي واحد والبي هو دي أربعة. بالتالي هاي أكبر. ليه الحالة الأولى؟ أحسنت، اللي هو كيس 1 applies. بالتالي T of N belong
لثيتا كيس 1 لو رجعنا على السلايد هنلاقيها اللي هو عبارة عن N قوة دي S1 A أقل من B قوة دي الـ A أقل تمام فأي جواب ثيتا N قوة دي اللي هي إيش بتساوي هاي ثيتا N قوة 2 N تربيع خلصت سهل دكتور ممكن بعددنا قبل الميدتيرم او قبل الاسايمنت الاول اذا في عندك ورك شيت للماده لا هو الاسايمنت حيكون بمثابه الورك شيت الاسايمنت نحط فيه اسئله كثير ان شاء الله تمام بعدين ننزل حله فانتم بتتدربوا عليه فاكيد يعني حيكون قبل الميدتيرم حيكون عندك اسايمنت منيح يعني في اسئله شامله كل شيء ان شاء الله ان شاء الله شكرا دكتور ولا يهمك واضح يا شباب واضح دكتور تمام ناخذ انا ذا اكزامبل اوكي طيب هو بيكون سؤال فاين تايم كومبلكسيتي انت هون احنا اللي طلعناها هذه يا جماعه اسمه تايم كومبلكسيتي لا هاي الريكرنس ريليشن يوزنج ماستر ثيورم يوزنج ماستر ثيورم تو فايند the time complexity of the following recurrence relation هاي recurrence relation طب أنا the recurrence relation t of n تساوي 2 هو t n over 4 plus square root لل n plus 42 يلا مين حل لي اياها الاي دكتور تساوي 2 اذا نطلع قيمه الاي 100% الاي 2 والبي تساوي 4 والبي 4 الان دي ناخذ المتبقي الفانكشن كله اللي هي روت الجذر تمام هذا كله اف اوف ان اوكي ايش على 42 اخر شيء بلس 42 طيب ايش الدي بتساوي؟ الدي بدها تساوي جذر الاثنين اللي هي ان اس اس نص نص اذا الدي نص لانه جذر اثنين اللي ما بيعرف هو ان قوة نص وبالتالي الدي بدها تساوي نص كل شروط متحققة الدي اكبر او تساوي زيرو والبي أكبر أو يساوي 2 والأي أكبر يساوي 1 نطلع الأي وإيش يا مهدي والبي شو اسمه أس الدي أس الدي أس دي تمام الأي قديش 2 والبي أس الدي قديش 4 أس نص 4 أس نص أس نص تمام يعني جذر الأربعة والاثنين يعني اثنين مع اثنين يعني متساويات يعني أي كيس عندي هون الثالث يعني كيس 2 applies كيس 2 بقول لي إذا كان عندي كيس 2 معناته T of N time complexity تبعها belong لثيتا إيش n قوة d log ال n سهل تمام هاي لو رجعنا على السلايد بلاقي انه لما ال a بتساوي b قوة d هاي الثيتا n قوة d log ال n تمام واضح يا شباب تمام اللي هي ايش بتساوي ثيتا لمين ان سكوير لوج ال ان قوة دي اللي هو جذر تربيع للان مضروب في لوج ال ان اذا جذر ال ان لوج ال ان
تمام؟ جذر ال n مضروبة في لوج ال m. أو n قوة نص لوج ال n نفس الشيء. في أحد عنده أي سؤال يا شباب؟ طيب نأخذ another example. Another example. Use the master theorem to find the time complexity of the following recurrence أو sequence recurrence relation. هلا أنا ما إذا ما حددت لك أنت حر تستخدم من بدك إياه. عندنا ثلاث طرق تستخدم من بريحك. iteration أو تستخدم. طيب هلا t of n إيش بتساوي؟ ثلاث t n over 2 plus ثلاث على أربعة n بلس واحد. ال a سريعا بدها تساوي ثلاث وال b اثنين وال d واحد. ال a وال b قوة d. ال a ثلاث أكبر كسر exactly. وال-B 2 هو 1 معناته الـ-A أكبر معناته case 3 applies معناته T of N belong ل theta N هو log الـ-A base B تمام اللي هي بتساوي theta N log الـ-A لوج الثلاث بيز 2 كنت خليها هيك ممكن نطلع قيمتها اللي هو عبارة عن 1.5 تقريبا يعني n نص 1.5 أو خليها هيك وخلص n قوة لوج 3 بيز 2 واضح يا شباب واضح last example خلينا نجرب إشي جربناه على الإتريشن T of N تساوي C زائد هاي لإيش كانت يا جماعة؟ كانت للباينري سيرش مذكرين؟ وأثبتنا إنها إيش؟ أثبتنا إنها ثيتا لوج الN طيب خلينا نجرب نحلها بالماستر ثيورم. ال A إيش بيساوي؟ بيساوي C. تساوي واحد. عفواً واحد. ال A الإشي اللي بضربه في T. صحيح واحد. اللي خبطت لك إياه حطيت لك هاي قبل هاي بعد. دير بالك. ال A بيساوي واحد. وال B إيش بيساوي؟ اثنين. وال D ايش بدها تساوي؟ زيرو زيرو او واحد لا مو واحد زيرو انا عندي هون اف اوف ان بتساوي كونستانت سي تمام يعني مضروبه سي في ان قوه صفر صحيح نعم واضح فبالتالي الدي عندي هون قديش؟ زيرو اوكي هلا بنطلع ال A وال B قوة دي ال A عندي واحد وال B اثنين قوة زيرو اثنين قوة صفر واحد equals متساويين فأي كيس كيس 1 كيس 2 applies فبالتالي T
تي اوف ان بيلونج لثيتا ايش كيس 2 اللي هو ان قوة دي لوج الان اللي هي لوج الان اللي هو ايش بتساوي هاي لوج الان ان قوة 0 1 فبالتالي لوج الان ثيتا لوج الان تمام واضح الامور تمام هيك اخذنا امثله اتوقع كفايه شوف ضايل اشي هاي الامثله كلها اخذناها جربناها كلها جربناها اخذناها هلا بقول لي متى او قبل هيك احنا كنا نحكيين عن اشي في البدايه ما شرحناهوش قل لي let t of n be monotonically increasing function مين يحكي لي بالرياضيات ايش يعني monotonically increasing function اول اشي ايش يعني increasing function يعني function متزايدة كل ما تعوض فيها يعني عليك function متزايد هذا يعني مثلا function متزايد او هذا مش متزايد لا هذا متزايد بس مش مونوتونيكالي لازم ما ينزل يعني اي فانكشن بيطلع وبينزل مش مونوتونيكالي لازم الفانكشن يضل طالع اد اوكي مونوتونيكالي متزايد لكن لو طلعت مثلا على الساين كيف شكل الساين بينزل وبيطلع هاد مش monotonically increasing بينزل وبيطلع هاد monotonically increasing متزايد increasing function متزايد بس monotonically increasing يعني متزايد وبضل متزايد متزايد متناغم بالتزايد ما بيطلع وبينزل تمام الى الشروط حكينا عنها خدنا عليها امثله بقول لي إذا كان مش مونوتون إذا كان مش متناغم يعني زي الساين الساين بيطلع بينزل وهذا ما أقدر أطبق عليه ماستر ثيوري تمام إذا كانت f of n مش بولونوميال إحنا اتفقنا إنه f of n لازم بيلونج لثيتا ال n قوة دي بقول لو كانت مثلا f of n exponential ما بقدر أطبق أنا عليه الماستر ثيوريم تمام لازم بي اقدر اعبر عنها كايش ككونستانت احنا اتفقنا انه لازم الاشي الموجود هون مقسوم على قيمه ثابته وهي القيمه تكون اكبر من او تساوي 2 الان لا هاي عباره عن تي الان أو الواحد أوفر إن قوة نص فهون ما بقدر أعبر عن بي بشكل واضح ككونستانت أكبر أو يساوي 2 طيب طب دكتور بقدرش أطبق في حالة الساين على نحكي على رينج معين يعني الساين لا ما بضبط هو بده يكون الفانكشن كامل للما لا نهاية تمام لا خلينا نيجي على الطريقة الثالثة خليتها للأخير أنا بدي شوية تركيز بصراحة نشرحها اليوم نحل منها مثال والمحاضرة القادمة بنكمل الأمثلة الأخرى الريكيرجن تري القلم بطل يكتب طيب ريكيرجن تري واللي الريكرنس تعيتك حولها ل تري
Each node represents the cost incurred at the level of recursion. كيف هل أول إشي خلينا نيجي على النقطة الأولى. خلينا نأخذ مثال ونطبقه مع بعض. نطبق النقطة الأولى. بدي أمثل الريكرنس كشجرة كتري وكل نود بهاي التري بيمثل الكوست بليفل من الليفلز تبع الريكيرجن. يعني هلا انا عندي تي اوف ان مثال يساوي 2 تي ان اوفر 2 بلس ان تربيع. لاحظوا هبد رح لها ماستر ثيورم سهله جدا. بالماستر ثيورم قديش بتطلع هاي؟ عندي الـ A 2 والـ B 2 والـ D 2 تطلع الـ N تربيع. شايف N تربيع دارس لأنه أنا عندي هون الـ A أقل من الـ B قوة دي الـ A 2 وهي 4 فمباشرة case 1 applies وهي عبارة عن N to the power D لـ N تربيع. سهلة. احنا هلا بدنا نشوف كيف بدنا نحلها باستخدام الريكيرجن تري. بقول لي ريكيرجن تري اول اشي بدي اعمل تري النودز تبعها الكوست في كل ليفل. يعني الروت لهي التري هو الكوست لما الانبوت سايز ان. مين يحكي لي هون ايش الكوست؟ اتفقنا انه الكوست هو الكوست اللي ما له دخل بالريكيرسيف كول. لما الـ input size n هي الـ cost n تربيع. فكل نود بالـ recursive tree حيمثل الـ cost لما لهذا الـ input size. فأنا بالروت للـ input size n الـ cost n تربيع. تمام؟ هلأ لاحظوا الـ cost هو عبارة عن n تربيع زائد إيش؟ two recursive call صح؟ يعني عبارة عن n تربيع زائد tn على 2 tn على 2 right؟ صح ولا لا؟ لا صحيح. طيب هلا انا ما بدي هون احط recursive call بدي احط الكوست عند tn على 2. خلينا نشوف مع بعض. التي ان على 2 ايش بتساوي؟ 2 تي ان على 4 صح؟ عوض مكان الان ان على 2 يصير ان على 2 على 2 ان على 4 زائد ان على 2 تربيع صح؟ هاي. فانا بديش احط هون الكول بدي احط الكوست عند الكول لما يكون السايز ان على 2. لو ايش الكوست حيكون؟ لان على 2 تربيع. ان على 2 تربيع وهون نفس الشيء. هلا بعمل نفس الشيء عند الان على 2. ان على 2 تربيع الكوست فعليا كان زائد تي ال ان على 4 رايت مرتين يس. طيب ايش الكوست عند تي ان على 4؟ واضح العلاقه يعني فيش داعي انا اضلني الخبط حالي. انا بشوف في العلاقه وبكتب على السريع ايش العلاقه بين الانبوت سايز وبين الكوست. لوج لا التربيع كل مره بنقسم احنا قاعدين لما انا بحكي العلاقه بين الانبوت سايز كل مره من ربع نلاحظ لما كان الانبوت سايز ان ايش كان الكوست عندي؟ ان تربيع. لما كان السايز ان على 2 كان الكوست ان على 2 تربيع. طب لما السايز ان على 4 ان على 4 تربيع او ان على 8. وضحت مهدي؟ تمام.
انا بهمنيش الريكيرسيف كول، عشان هيك انا كتبته على جنب، بهمني الكوست عند هذا الريكيرسيف كول. فانا مباشره عملت علاقه بين الكوست والانبوت تبع الريكيرسيف كول. العلاقه انه تربيع، جيب الانبوت سايز وربعه. اذا كان الانبوت سايز ان معناته الكوست ان تربيع، الانبوت سايز ان على 2 معناته الكوست ان على 2 تربيع، الانبوت سايز ان على 4 معناته ايش؟ الكوست ان على 4 تربيع، ان على 4 تربيع، ان على 4 ان على 4 تربيع، وهكذا. هلا لو نزلنا كمان لتحت، تمام، مين يحكي لي هلا ايش حيصير عندي؟ ان على الكوست ان على 8 تربيع. اكزاكتلي. هلا احنا بنعرف عند الان على 4، لما الان ان على 4 الكول حيكون ان على 8. يعني انا خلص عملت علاقه، كل مره عند انبوت سايز معين الكوست بكون التربيع، والريكيرسيف كول بتكون الانبوت سايز على 2، الانبوت سايز ان على 4 على 2 يصير ان على 8. الكوست عند الان على 8، ان على 8 تربيع. طيب لمتى الموضوع هذا بده يضل موجود عندي؟ لمتى حضرنا مستمرين بهالقصة؟ حتى نوصل عند البيز كيس لما يبطل فيه ريكيرسيف كول، صح؟ صحيح. طيب هلا انا متى بوصل عند البيز كيس؟ يسوي واحد لما يكون، لما يكون عندي الانبوت واحد، لما يكون عندي ايش الانبوت سايز واحد. هون قديش الانبوت سايز؟ ان على 8. طب خلينا نطلع علاقه اب عشان نعرف متى حنوقف بين الليفل تبع التري وبين الانبوت سايز. لاحظ ايش الليفل للروت دائما؟ زيرو. ليفل زيرو. طيب وهذا ايش الليفل تبعه؟ واحد. ليفل 1. بعدين عند الهون ايش الليفل هاد؟ ليفل 2. وهاد ليفل 3. من ليفل ان اخر شيء بيصير؟ مستحيل ليفل ان. انت عندك ان، انت عندك عدد النودز بده يوصل لليفل ان، مستحيل كثير. هلا لاحظ بالليفل 0 ايش الانبوت سايز كان؟ ان. بالليفل 1 ايش الانبوت سايز؟ ان على 2. بالليفل 2 على 4. طب ايش العلاقه؟ يعني بالليفل اي، يعني بدي احكي لك مثلا الانبوت اوكي اوف سب بروبلمز، انبوت سايز اوف سب بروبلم ات ليفل اي، ايش بتساوي؟ الانبوت سايز اوف سب بروبلم ات ليفل اي. مين بيطلع لي علاقه بين الانبوت سايز اوف سب بروبلم والليفل؟ الليفل اللي قبله في 2 هيك شيء.
لا بدي علاقه مع الليفل نفسه. ان على 2 قوه اي هي يعني اي ليفل ان على 2 قوه اي. طبق اجرب بالليفل 0 الانبوت سايز ايش كان؟ ان ان فان على 2 قوه 0 اللي هي ان. بالليفل 1 ان على 2 قوه 1 تمام. بالليفل 2 ان على 2 قوه 2 هي ان على 4. هون ايش الانبوت سايز للسب بروبلمز؟ ان على 2 قوه 3 اللي هي ان على 8. بالليفل 3 كانت ان على 2 قوه 3 فبالليفل اي ان على 2 قوه اي. واضح؟ تمام واضح. طب لما يكون الانبوت سايز اللي احنا بندور عليه اوف سب بروبلم يساوي 1، هذا بحدث على اي ليفل عشان نعرف زيرو. احنا لاي ليفل حيوصل؟ زيرو. يعني متى الانبوت سايز للسب بروبلم يساوي 1؟ يعني لما ال n على 2 قوة i بيساوي 1 صح؟ مش اتفقنا انه الانبوت سايز لاي سب بروبلم n على 2 قوة i؟ بالتالي ال n على 2 قوة i بيساوي 1 لما الانبوت سايز لهذا الليفل يساوي 1 رايت؟ بدي اجيب ال i يا سلام. هلا بنطلع ال i اللي هي ايش بتساوي؟ لوج ال n مضبوط؟ اي اخذناها كيف نطلعها 20 مره صرنا حلينها. بنقول ان تساوي 2 قوة i ناخذ اللوج للطرفين رايت؟ بصير عندي i يساوي لوج ال n. للي ناسي اذا 1 يساوي 2 n على 2 قوة i معناته ال n بدها تساوي 2 قوة i لانه حاصل قسمتهم 1. اخذنا اللوج للطرفين صار عندي لوج ال n يساوي لوج 2 قوة i. لوج 2 قوة i يعني i. تمام؟ فأنا بحصل على input size 1 اللي هو البيز كيس لما ايش؟ الليفل يساوي i. فأنا هون حضلني ماشي لأي ليفل؟ الليفل لوج ال n رايت؟ فأنا لاحظوا طلعت عدد الليفلز. هلأ بدي أطلع الكوست في كل ليفل وأجمعهم بيطلع معاي اللي هو التايم كومبلكسيتي. خلينا نطلع الكوست لكل ليفل. قديش الكوست هون؟ انتربيع. وقديش مجموع الكوست هون؟ 2 ان على 2 تربيع. 2 ان تربيع على 4 صح؟ 2 ان تربيع على 4 يعني دخل الربع دخل التربيع على القوس. تمام. يصير ان تربيع على 4 زائد ان تربيع على 4 2 ان تربيع على 4 يعني ان تربيع 2 صح؟ صح ولا لا؟ صحيح. طب هو نفس الشيء، كم نود عندي هون؟ عندي 8 نود، كل نود ان تربيع على 64 يعني هدول مجموعهم كلهم 8 مضروبه في ان تربيع على 64 صح؟ في ليفل 2 كمان دكتور. خلينا صرنا هون يعني هي بصير ان تربيع على قديش؟ 64 على 8 صح كلامك. ان تربيع على 64 مضروب في 8 انه عددهم 8. تمام واصلين. بصير ان تربيع على 8 مجموعهم. هون بهذا الليفل نفس الشيء ان تربيع على 16 وعندي 4 بصير 4 مضروب ان تربيع على 16 بصير ان تربيع على 4. طب قديش الكوست اوف ليفل اي يساوي؟ وهنا اخذنا ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 نطلع علاقه بين الليفل وبين الكوست اللي بيطلع معي.
ان تربيع ناخذ الهايست انه كل مره بنزيد ان تربيع على دكتور على ان تربيع ده يعني كل ما له بضعف نحكي البيع. لا لا انت تشوف خذ العلاقه على الليفل 0 الكوست كان ان تربيع، على الليفل 1 ان تربيع على 2، على الليفل 2 ان تربيع على 4. يعني ايش العلاقه بين ان تربيع على 2 قوه اي؟ يعني عليك يعني ان تربيع على 2 قوه اي واضح؟ جربها بالليفل 0 ان تربيع على 2 قوه 0 2 قوه 0 1 يعني ان تربيع بليفل 1 ان تربيع على 2 قوه 1 بليفل 2 ان تربيع 2 قوه 2 بليفل 3 ان تربيع 2 قوه 3 اوكي واضح يا شباب طب سؤال قديش النمبر اوف نودز ليفل اي ليفل معين اثنين قوة اي ليفل اي عدد النود في اي ليفل اثنين قوة اي عد جرب ليفل زيرو عدد النود واحد اثنين قوة زيرو ليفل واحد اثنين قوة واحد اثنين ليش؟ لأنه كل مرة عدد النود بتضاعف يعني هون واحد اثنين أربعة ثمانية ستة عشر اثنين وثلاثين أربعة وستين وكل ما أنزل ليفل كأني عم بضرب باثنين واضح؟ واضح يا شباب؟ آه تمام واضح تمام طب خلينا نشوف نطلع التوتال كوست هلا الفكره اكتبها بهاي الشكل واطلع التوتال كوست توتال هلا التوتال كوست عباره عن الكوست تبع كل الليفلز الكوست تبع ليفل 0 زائد الكوست تبع ليفل 1 كوست ات ليفل 0 زائد الكوست ات ليفل 1 بلا 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 حتى الكوست ايش اخر ليفل عندي ايش اخر ليفل عندي اللي موجود عندنا ولا بشكل عام موجود عندنا هون شو بشكل عام انا بحل هاي لوج الان اشتفانا عدد الليفلز عندي لوج الان اللي هو الهايت تبع التري الهايت اللي بسموه الهايت تبع التري تمام اللي هو بيمثل اخر ليفل والهايت تبع التري شفنا قبل شوي انه لوج الان وان لوج الان هذا الهاي تبع التري او اخر ليفل اللي هو لما يكون الانبوت سايز لصب بروبلم واحد لما يكون عندي زي ما شفنا مع بعض n على 2i بدها تساوي 1 والنهايه متى بتحدث لما i بدها تساوي لوج الان رايت فبالتالي لما الليفل يساوي لوج الان انا الانبوت سايز عندي للبروبلم لو بصب بروبلم حيكون واحد anyways انا بديش ادخلكم بتعقيدات الموضوع ابسط من هيك الموضوع انه انا زي ما شفتوا بدي افرغ التري بهذا الكوست بعدين اطلع المجموع على كل ليفل واجمعهم واطلع علاقه الشغلات الثانيه هاي اللي بده يستزيد بس الاشي الاساسي بسيط خدها بهاي البساطه
يعني ما حنطلع عن هاي البساطه، ما حطالبك بشيء اعقد من هيك. بهمني تعرف توزع الكوست وتجمع الكوست، تمام؟ تطلع الكوست لكل ليفل، بعد ما تطلع الكوست لكل ليفل تجمعهم مع بعض. الكوست على ليفل 0 ايش بيساوي؟ ان سكوير انتربي زائد الكوست على ليفل الاول ان سكوير اوفر 2 زائد الكوست على الليفل اللي بعديه ان سكوير اوفر 4 بعدين ان سكوير اوفر 8 الى اخره. فهمني هلا الكوست على الليفل الاخير، الليفل الاخير مش ماشي معهم. ليش الليفل الاخير مش ماشي معهم؟ لانه ما في ريكيرسيف كول، صح؟ بالليفل الاخير لما الانبوت سايز واحد ما عندي انا ريكيرسيف كول، مزبوط؟ ف ايش حيكون عندي؟ عدد النود بالكوست تبع كل نود. مين يحكي لي قديش عدد النود في الليفل الأخير؟ مين يحكي لي قديش عدد النود في الليفل الأخير له علامة على الأسايمنت؟ ممكن تعيد السؤال دكتور؟ 2 قوة لوج اي، 2 قوة لوج ان. أحسنت، 2 قوة لوج الان. عدد النود في الليفل الاخير 2 قوى لوج الان. ما قبل شويه يا جماعه حكينا لكم انه عدد النود في اي ليفل 2 قوى اي، صح؟ اتفقنا انه عدد نمبر اوف نودز ات ليفل اي يساوي 2 قوى اي. طب اذا كان الليفل لوج الان، إذا كان الليفل log n معناته إيش number of nodes بهذا الليفل؟ 2 قوى log n. 2 قوى log n إيش بيساوي؟ log n n. 2 قوى log n بيساوي n، لأنه log n base 2. واخذنا قاعدة بقدر أبدل الـ N مع 2، فهي أبدل هاي صارت عندي N قوة لوج 2 بيز 2، لوج 2 بيز 2 1، بصير عندي N. فأنا عندي عدد النود بالليفل لوج الـ N هو N، وقديش الكوست تبع كل نود بهذا الليفل؟ 1 أو كونستانت، صح؟ فبالليفل الأخير الكوست هيختلف شوي، اللي هو عبارة عن N مضروبة نسميه W1 مثلا، where W1 اللي هو الكوست of أو when input size يساوي 1 of base case. بعرفش البيز كيس حتى في جملة جملتين 10 مش بحكي لي هو بالسؤال، فأفترض إنها constant. كونستانت طبعا هاي يعني ثيتا واحد. طيب هلا خلينا نطلع الانتربيع برا، ايش بصير عندي هون لما اطلع الانتربيع برا؟ واحد بلس نص بلس اللي هو نص تربيع يعني بلس اللي هو نص قوة ثلاث الى اخره زائد. طب ال n w1 اللي هي عباره عن ايش؟ ثيتا n، صح؟ طب هاي ايش هو؟ لاحظوا هاد كله بنجمع كونستانت، هذا كله بنجمع كونستانت، تمام؟ تقدر تحكي لي انه هذا كله كونستانت ثابت تقريبا يساوي قيمته 2، فحتصير هاي 2 ان تربيع زائد ثيتا ان اللي حتصير ايش تساوي؟ ثيتا ان تربيع. اوكي؟
هلا بعض الكتب بتفلسف وبيجي بيحكي لك لا هاي لازم يصير او انتربيع عشان هاي سميشن اكبر راح تطلع. اوكي عشان نقدر نقربها عشان اقدر اقرب هاي السميشن لرقم ثابت في عندي سيريز اللي هو السميشن اوف اكس قوة k من k equal 0 للمالا نهاية. طبعا لما x اقل من 1 هاي السميشن تبعها يساوي 1 على 1 over 1 على x. ليش ادخلكم بالتعقيدات هاي؟ انا بلزمني هيك بس اشي بسيط مباشره تحكيها، بس انا هون بدي اوضح لك الفكره ليش اعتبرها upper bound، لانه اعتبرها للما لا نهايه، واحنا هون هنمشي بس لغايه لوج ال n ناقص 1، يعني عدد التيرمز هدول هم عدد الليفلز اللي هم لوج ال n ناقص 1 لانه اخذنا لوج ال n لحاله. فانا هون السيريز هاي عشان اطبق هاي القاعده تفترض انه عددهم لا نهائي، فعشان هيك اخذ upper case. anyways هلا هاي كلها لاحظوا ماشي هون، تخيل الاكس هو نص وطبق نص قوه صفر واحد نص قوه واحد نص نص قوه اثنين نص قوه ثلاث الى المال النهاية. فهاي بقدر اطبقها بهي الطريقه اللي هي عباره عن واحد اوفر واحد ناقص واحد على نص، وايش بتساوي يا شباب؟ فهي كلها هتصفي، يعني قبل ما نحكي هنا ثيتا انتربيع هتصفي 2 انتربيع زائد ثيتا ان. بما ان هنا استخدمنا المال نهاية بيعتبرها او انتربيع، خلينا نتوقف هون نحكي المحاضرة الجاي بليز اطلعوا عليها حاولوا تفهموا. اذا فهمتوا هذا الاكزامبل الاكزامبلز الثانية اسهل. واضح يا شباب؟ ان شاء الله دكتور. اوكي يعطيكم العافيه.